السلام عليكم، ملف حقوق الإنسان بين تسييس دولي وبين توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا. تلتئم الهوة حيناً وتتسع أحياناً أخرى. هذا الملف لا يزال محط أنظار المجتمع الدولي ومثار جدل كبير بين كثير من الأطراف. والانحيازات السياسية التي تهدد العمل الحقوقي شكلت أحد أبرز المعوقات فيه. الى جانب المؤسسات المدنيه العامله في مجال حقوق الانسان تقف وزاره حقوق الانسان في اليمن على هرم العمل الحقوقي في توثيق الانتهاكات وفي الدفاع عن حقوق الانسان غير ان هناك الكثير من التساؤلات حول مدى اهتمام الوزاره في تكوين ملف كامل يشمل كافه الانتهاكات ومدى تواصلها مع العالم من اجل القضيه اليمنيه وتاثيرها على مجموعات الضغط ناهيكم عن تساؤلات حول الضغوط الممارسة عليها من قبل التحالف وهل هناك فعلا خطوط حمراء أو محاذير تمنع كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إنصاف جميع الضحايا من جميع الأطراف تساؤلات كثيرة سنحاول الإجابة عنها مع ضيفنا في الاستوديو وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ ماجد فضائل أهلا بك أستاذ ماجد أهلا وسهلا بكم سعيد بالتواجد معكم حياكم الله أهلا وسهلا, وسهلا. 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 إذا مشاهدينا الكرام سنبدا النقاش لكن بعد ان نتابع واياكم هذا التقرير. الحرب في اليمن عنوان عريض لحروب جانبيه هي الاخرى لا تهدا. ملف حقوق الانسان واحد من تلك الحروب البارده وورقه مهمه على طاولات امميه واقليميه فلا تهدا معركه حتى تشتعل اخرى. مسودة أممية بانتظار تصديق الأمين العام عليها تتضمن قائمة سوداء تحوي ميليشيا الحوثي والقاعدة والحكومة الشرعية والتحالف العربي هذه المرة بتهمة قتل وتشويه الأطفال في اليمن. انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أكبر من جرائم مرتكبة بحق الطفولة وأكثر اتساعا من قائمة في صنف واحد والاتهامات المتبادلة بين الهيئات الحقوقية والجدل الدائر في هذا الملف لا يكاد يتوقف. اخر هذه الصراعات ما دار في اروقه مجلس حقوق الانسان بجنيف في دوره السادسه والثلاثين حول دعم اللجنه الوطنيه او تشكيل لجنه تحقيق دوليه جديده. المعركه الحقوقيه اسفرت عن قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء دولي مهمته الفحص الشامل لكافه الادعاءات بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، بالاضافه الى مراقبه ورفع التقارير حول حاله حقوق الانسان في البلد. القرار الصادر وفقا للبند العاشر الذي ينص على المساعدة التقنية وبناء القدرات يمثل تفويضا لفريق الخبراء بمساندة ومراقبة عمل اللجنة الوطنية. الصراع الدولي حول حقوق الإنسان في اليمن يمضي بالتوازي مع صراع آخر محلي، بدءا بالصعوبات التي ترافق عمليات رصد الانتهاكات التي تطال المدنيين من جميع الأطراف، خصوصا مدينة تعز التي لا تزال قبلة لصواريخ الانقلابيين، وصولا إلى فرز الضحايا وتصنيفهم بحسب أولويات الراصدين وتوجهاتهم. دعوات مستمرة من الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية بنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن ورغم ذلك تظل الاستجابة قاصرة وتستمر أيضا موجة الانتقادات ضد الحكومة الشرعية بسبب قصور أدائها في الملف الحقوقي خصوصا ما يتعلق بملف الرصد والتوثيق والتوزيع العادل للإغاثة وفشلها في إقناع المجتمع الدولي بحماية ميناء الحديدة الذي تتحول الإغاثة الواصلة عبره إلى مجهود حربي للميليشيا إذن اجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام كما اجدد ترحيب بضيفي هنا وكيل وزاره حقوق الانسان استاذ ماجد فضائل اهلا بك مجددا استاذ ماجد اهلا وسهلا دعنا نبدا بما يعني نقل عن رويترز وكاله الانباء وهو حديث عن مسوده تدرج فيها يدرج فيها التحالف العربي والحكومه الشرعيه الى جانب الحوثيين والقاعده في القائمه السوداء للامم المتحده ضد منتهكي حقوق الاطفال تحديدا ما هو رايك او ما هو تعقيبك على هذا الخبر طبعا أنا لاحظت المسودة وقرأتها اليوم التي سربتها رويترز طبعا للأسف الشديد أغلب الانتهاكات التي ارتكبت بحق الطفولة كانت من قبل ميليشيا الحوثي وصالح طبعا أكثر من 1300 طفل قتيل بسبب جرم هذه الميليشيا أيضا استخدمت الميليشيا الحوثي بشكل كبير الأطفال دروءا لحربها طبعا تجنيد أكثر من 20 ألف مجند من الأطفال في صفوف الأولى للقتال يستخدمونه كوقود في هذه الحرب الميليشيا الحوثي وصالح ايضا استخدمت المدارس وتستخدم له الاماكن التي تحتوي الاطفال او الاماكن السكنيه كثكنات عسكريه او اماكن للتدريب مما مما طبعا يعرضها لاستهداف نعم نعم استهداف الطيران او الضحايا يسقطون من الاطفال نتيجه الاستخدام هذا بشري بشريه نعم كدرو من قبل هذه الميليشيا آآ كان هناك في السابق ايضا آآ بنفس الاليه التي وضعتها الامم المتحده م. في تصنيف القائمه السوداء من قبل التحالف او الحكومه، ثم بعد ذلك تم مراجعه المعايير وسحبت تلك المسوده، واظن ان هذه... يعني هل تتوقع اجراء مماثل في هذه نعم في هذه المره؟ اذا 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 تم دراسه الموضوع بدقه وايضا تم معرفه السبب الحقيقي الذي وضع اليمن ككل او التي الذي ادى الى سقوط ضحايا من الاطفال بهذا الشكل سوف نجد انها هي الميليشيا والانقلاب الحوثي. وبذلك اي اجراءات تضع الحكومه الشرقيه في تصنيف او في خط مساوي لهذه الميليشيا الانقلابيه هو يخدم في الاول والاخير الفوضى ويخدم هذه الميليشيا بحيث انها تعرض تدعمها وايضا تشجعها لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الطفوله وبذلك نرى انها سوف ان شاء الله يتم مراجعه هذه المسوده ان صحه هذا التسريب يعني لكن عندما نتحدث عن مثلا إذا ما أدرجت بالفعل على هذه القائمة السوداء هل يعني ستكون هناك عواقب لذلك حتى نفهم أهمية هذا القرار نحن بغض النظر سواء أدركت أو لم تدرج طبعا في الحكومة الشرعية وأيضا بالتعاون مع دول التحالف نحاول بقدر الإمكان بقدر الإمكان والإمكانيات اللازمة لحماية الطفولة وحماية اللي هي سواء من النساء أو الأطفال وأيضا المدنيين بشكل عام هناك طبعا مراجعة دائمة للقواعد الاشتباك أيضا مراجعة أيضا لأي أخطاء تحصل هنا في يعني حقيقة هناك نعم. من قبل التحالف حتى هو اعترف بضرب يعني أماكن نعم لمدنيين نعم. في أكثر من مناسبة نعم. وطالب طلبت اللجان التابعه له بإنصاف بالتحكي. أو يعني نعم. أو يعني بجبر ضرر أو ما شابه. أكيد، هناك 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 أخطاء طبعاً في أي حرب تحصل هناك أخطاء، نحن في وزارة حقوق الإنسان نقوم برصد وتوثيق تلك الأخطاء، نقوم برصد وتوثيق تلك الانتهاكات أيضاً التي ترتكبها الميليشيا، نحيلها إلى التحقيق عبر لجنة الوطنية للتحقيق التي تقوم بعملها للتحقيق في تلك الانتهاكات، وهي التي تحدد المسؤولية، من الذي ارتكب هذه المسؤولية وأسبابها؟ هل هي ميليشيا الحوثي وسلح أو أخطاء طيران أو طبعاً. أي أو أي كيانات عسكرية أو أمنية أخرى، هذه المسؤولية تترتب عليها تترتب عليها جبر ضراء، تترتب عليها معالجات، تترتب عليها أيضاً خطوات و يعني خطوات تنفيذية لعدم تكرار وذلك انتهاكت. الآن نعم. طيب الآن كان هناك قبل يعني أيام إذا ما عدنا بالزمن قليلاً كان هناك الحديث في مجلس حقوق الإنسان عن الخروج بفريق من الخبراء فريق رقابه دوليه تحت البند العاشر هل لك ان تطلعنا على تفاصيل عمل هذا الفريق مع يعني بالتكاتف او بالتعاون مع اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان؟ نعم نحن في جنيف من 11 سبتمبر الى 29 خضنا معركه كبيره جدا بالتعاون او او بالشراكه مع ايضا الشركاء والاشقاء في التحالف العربي وايضا بقياده الدبلوماسيه اليمنيه وممثله بوزاره الخارجيه وزير الخارجيه وايضا وزير حقوق الانسان خاضوا معركه كبيره ونحن معهم في اظهار اظهار الحقيقه كما يجب وايضا توضيح انه مهم ابقاء اليمن تحت البند البند العاشر الذي ينص على الدعم والدعم توفير الدعم اللوجستي والفني لحقوق الانسان وفي الهيئات او البرنامج حقوق الانسان في اليمن وهذا ما تم لأن هناك كانت خطورة كبيرة جدا في خطورة كبيرة جدا في سحب اليمن إلى مربع الابتزاز وإدراجه ضمن مسألة اللجنة الدولية نعم. يعني ما هي المخاطر إذا ما تحدثنا عن نقاط ما هي المخاطر التي كان ممكن أن تحدث إذا كان تم إقرار معرف بالمشروع الهولندي بلجنة دولية في نحن هناك نحن في اليمن لا نريد أولا أن نكون ورقة الابتزاز ورقة ابتزاز لأي جهات أو للحكومة الشرقية أو لدول التحالف العربي هذه نقطة نريد إنصاف ضحايا وقبر ضحايا وجبر ضررهم وأيضا ومنع تكرار من تكرار من مثل من هكذا نعم منع ممارسات الانتهاكات أو تكرارها هذا الهدف الأساسي بذلك اللجنه الوطنيه قامت بجهد رائع وبإعتراف الهولنديين بإعتراف ايضا المفوضيه الساميه وبإعتراف الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان قامت بجهد جبار نصفت حققت في اكثر من طبعا بالدقه 17123 قضيه تمت رصد وتوثيقها بالاضافه الى انها حققت من ضمن هذه القضايا 10400 ويعني 420 تقريبا قضيه تم التحقيق فيها وخرجت الى نتائج حددت مم. فيها المسؤوليه من مرتكب تلك وهو عدد عدد كبير. كبير من سبتمبر آه 2016 الى يوليو 2017 آه وطبعا جهزت 3000 ثلاثة و... ثلاثة ملف مكتمل تم تحويله الى القضاء المحلي وسلم الى النائب العام وطبعا بمتابعه حثيثه من قبل القضاء لإنصاف الضحايا وقبر ضررهم وتعويضهم وأيضا بمنع تكرار أي انتهاكات إذا لدينا لجنة وطنية تعمل وفق آليات وطنية وفق معايير دولية مدعومة من قبل طبعا وفق مدعومة من مجلس حقوق الإنسان وأيضا مكتب المفوض السامي الذي ألزمه القرار سبتمبر 19 له 36 له القرار 2016 بيلزمه بتقديم الدعم اللازم لهذه اللجنة اللجنة الوطنية ولكن للأسف الشديد لم يقدم ما ما طلب منه أو لم يلتزم بالقرار اللازم منه في مم. من صدور القرار لحتى صدور آآ يعني على مدى عام كامل لحتى سبتمبر 2017 وجد تقريبا قدم ثلاث ورش نوعيه يعني ورش عاديه مش حتى ورش نوعيه او تقديم خبراء ودعم مم. فني ولوجستي يعني لم يقدم بما بما لزم منه او كما يجب الدعم اللازم لهذه اللجنة الوطنيه هذه من جهه من جهه اخرى نحن في اليمن لا ينقصنا قرارات دوليه، صدر بحق اليمن سبعه قرارات من مجلس حقوق الانسان وثمانيه قرارات من مجلس الامن وهذا القرار بند سابع، هناك أو كان بند سابع يعني هي لا فصل سابع في مجلس الامن لا لا يعني انا اقصد اتحدث عن قرار قرار 216 نعم،, نعم. نعم. طيب وأنا قرار له 2140 هذا القرار له في 2014 في ينص على لجنه من لجنه من مجلس الامن هذه اللجنه لجنه العقوبات تضم لجنه من الخبراء من ضمن اختصاصها التحقيق في ما الانتهاكات التي ارتكبت بحق حقوق الانسان في انتهاكات ضد القانون الدولي الانساني لا. والقانون الدولي لحقوق الانسان اذا اللجنه موجوده لا. هي لجنه تابعه مجلس الامن وتحقق في هذه الانتهاكات، لماذا نضيف لجنه أخرى. طيب دعنا اخرى؟ دعنا ناخذ راي اخر ونشرك معنا في الحوار الناشط الحقوقي الاستاذ توفيق الشعبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف اهلا بك استاذ توفيق. اهلا بك وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله اذا استاذ توفيق بحديث عن هذا الفريق الجديد للخبراء الدوليين الذي تحت البند العاشر سيقدم اسنادا للجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، برايك؟ هل يعني ما سياتي من الزمن وما سياتي من تحقيقات وملفات سيخرج بشكل افضل او بصيغه افضل نحو انصاف الضحايا في اليمن؟ كل ما كان هناك تبادل للخبرات وتاهيل وتدريب واشتراك في عمليه اكتساب المهارات واداره عمليه التحقيق بالتاكيد سيكون هناك مخرجات افضل ايا كانت الجهه التي ستحقق فيها بل ان الجهود التي بذلت من قبل اللجنه الوطنيه وارفادها بخبرات ومعارف ذات طابع احترافي فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه القضايا بالتاكيد سيرفض عمل اللجنه وسيجعل الاعمال القادمه اكثر تطورا واكثر مهاره كما لاحظنا بان التقارير هناك فروق جوهريه وكبيره في عمل وايداء اللجنه من التقرير الاول والى التقرير الثاني والى التقرير الثالث والذي كان محل تقدير مجلس حقوق الانسان والهيئات الدوليه والاقليميه التي تعمل في مجال تتبع ومراقبه عمليات التحقيق في مثل هذه الادعاءات. <applause> طيب يعني اذا ما يعني اذا ما تحدثنا عن هذه او هذا الفريق من الخبراء، برايك كيف يعني سيعطي هذه الخبره او كيف سيعطي هذا الاسناد بالنسبه للجنة لجنه اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خاصه فيما يتعلق في الوصول او يعني تحقيق وصول افضل ل أماكن حدوث هذه الانتهاكات في المناطق حتى مثلا الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. أولا أريد أن أوضح بأنه لابد أن يدرك المتتبع لهذا الأمر سواء لجنة خبراء أو عمل لجنة التحقيق سواء لجنة التحقيق أو كانت دولية أو لجنة الخبراء هي في اليمن لن تعمل بذاتها أو ستعمل عن طريق اختصاصيين و استشاريين يمنيين في الميدان لأن القول بأن اللجنة ستصل بأعضائها إلى كافة المناطق والأماكن التي هي مسرح للانتهاكات أو لإدعاءات الانتهاكات أمر ليس منطقي اللجنة ستعمل اللجنة الوطنية تعمل من خلال فريق في أغلب المحافظات هذا الفريق الاستشاري او الفريق الخبراء هو كان هناك توصيات سابقه وقرار من مجلس حقوق الانسان يلزم مكتب المفوضيه الساميه حقوق الانسان في الامم المتحده عن طريق مكتبها في صنعاء بالعمل الاستشاري والتزويد اللجنه بخبرات ومهارات وكيفيه آلية العمل في مثل هذه التحقيقات وخاصة بأن اللجنة الوطنية تعد الأول من نوعها على المستوى الإقليمي، نعم. بالذات أنها آلية وطنية وتقرير الأمين العام الخام فيما يتعلق بسيادة القانون يؤكد وأدبيات وقواعد التحقيقات في الانتهاكات تؤكد نعم. بأن الأولوية للآليات الوطنية لأنها تكون أكثر قربا. واكثر قدره على التحرك ومعرفه البيئه التي نشا فيها او تولد فيها الانتهاك او ارتكب فيها الانتهاك اكثر من الاعضاء الغير وطنيين يعني انت تحدثت عن نقطه مهمه استاذ توفيق دعني يعني انتقل منها وانطلق منها فيما يتعلق بالوصول الى داخل مناطق الانتهاكات دعني اتحدث معك استاذ ماجد حول هذا الفريق من الخبراء الذي سيدعم اللجنه الوطنيه تحت م. البند العاشر، ما هي يعني تفاصيل عمله؟ ما الذي سيقوم به تحديدا؟ آه، كما آه، كما ورد في القرار لديه ولايه، الفريق الخبراء لديه ولايه، آه، ذكر ضيفك الكريم ان المهم جدا ان الخبراء يجب ان يكونوا داعمين ومساندين لأي اليات وطنيه وهذا ما نص عليه القرار في 2016 انه م. لابد ان مكتب المفوض السامي ان يمد اللجنه الوطنيه بالخبرات اللازمه لتحسين عملها، وهذا لم، ما لم يحصل للاسف الشديد. فريق الخبراء الآن في القرار الأخير الذي صدر في الشهر الفائت ينص على أنه لديه ولاية هذه الولاية ولاية دراسة يدرس ملفات حقوق الإنسان ولاية فحص فقط لديه أيضا أيضا للمفوضية السامية يلزم المفوضية السامية بدعم وأيضا مساندة اللجنة الوطنية ومدها بالخبرات اللازمة أتمنى في البدء اختيار فريق من الخبراء اقليميين ويمنيين لديه وايضا دوليين لديه الخبره وعدم لديه الخبره الكافيه واللازمه كما نص القرار قانونيا وبالوضع اليمني بالاضافه ان لا يكون لديه اي احكام مسبقه م. كما حصل يحصل حاليا من مكتب المفوض السامي الذي يبني كل قراراته او تقاريره بناء على احكام مسبقه ولا يلتزم بال بالقرارات التي يصدرها مجلس حقوق الانسان ويتعداها الى اصدار تقارير يعني وفق فريق ميداني لا. معدلج يعني يعمل في مع ميليشيا الحوثي وصالح للاسف الشديد نتمنى ان لا يتكرر هذا العمل وان يكون اختيار الخبراء الفنيين يعني وفق معايير دقيقه ووفق احكام وليس وفق احكام مسبقه. هذا سوف يبنى عليه كثير من من في فيما بعد العمل والتعاون سواء من الحكومه الشرعيه او من التحالف العربي او ايضا في الاماكن والمواقع التي تقع تحت سلطه الانقلابيين. الذي اود اشير اليه هنا ان اللجنه الوطنيه اللجنة الوطنية استطاعت الوصول إلى المناطق التي تحت الانقلابيين ولديها 33 راصد موجودين في كافة المحافظات اليمنية وأوردت في تقريرها الانتهاكات والأخطاء التي ارتكبت بحق طبعا بحق المدنيين بشكل عام ومن كل الأطراف وبذلك تأمل بحيادية ومهنية تامة طيب دعني انتقل الى استاذ توفيق في نقطه يعني استاذ توفيق برايك هل يستطيع العالم اليوم ان يوقف استمرار هذا النزيف في دماء اليمنيين الابرياء من قبل جميع الاطراف كما تقول التقارير، ام ان الامر يقتصر الان على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي يبدو انها تتكرر. اولا العالم وهيئه الامم المتحده ملزمه وفقا لميثاق الامم المتحده بالعمل على توفير الحمايه اللازمه للمدنيين اثناء النزاعات المسلحه ولها اليات ووسائل وادوات يمكن من خلالها ان تستخدمها من اجل ايقاف هذا النزيف او هذه الانتهاكات الامر الاهم من ذلك بان الاطراف اليمنيه بذاتها والاطراف المتنازعه هي المعنيه بالعمل وبلورت قرارات مجلس الامن والامم المتحده من اجل ايقاف هذا النزيف المستمر للمدنيين كونهم ابناء هذه البلد واهلها العامل الخارجي هو عامل او العامل الدولي هو عامل حاسم ولكنه ليس عامل اساسي وانما عامل مساعد يجب ان يتحرك المجتمع الدولي عن طريق الضغط وممارسه سلطاته او الياته القانونيه وفقا لميثاق الامم المتحده مم. للعمل على ايقاف هذا النزيف ولن يكون الا بتنفيذ القرارات الصادره عن المجلس الامن وفيما يتعلق بالوضع باليمن الذي يلزم الجميع بانهاء الاسباب التي ترتب عليها هذا الوضع وايقاف عملية الحرب المستمرة نعم. التي تأتي على الأخضر واليابس ويتحمل كل طرف مسؤوليته بالقدر الذي كان قام بالانتهاك. متسببا بوصولنا إلى هذا الوضع أشكرك إذا ناشط الحقوق الأستاذ توفيق الشعبي كنت معنا عبر الهاتف من تعز بالعودة إليك أستاذ ماجد إذا يعني عندما نتحدث عن التسييس وفقا لما كنتم يعني في هذه الـ 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 يعني مجلس حقوق الانسان والجلسات الاخيره فيه كيف تقيم مدى تسييس الجهات الدوليه والاخرى لملف الحقوق في اليمن؟ طبعا اللي هو من الواضح للملف الحقوقي هي نافذه نافذه تستخدم من قبل الدول نافذه سياسيه للتدخل في الشؤون الداخليه لهذه الدول. يعني نافذه استط... باستخدامها يستطيعوا ان يتدخلوا في شؤون داخلية لهذه الدول وهذا ما كان سوف يحصل لو لم نقف ضد قرار انشاء اللجنه الدوليه تستخدم تستخدم يستخدم ملف حقوق الانسان بشكل كبير للابتزاز وايضا ابتزاز من؟ ابتزاز, الدول ابتزاز الحكومه الشرعيه ابتزاز الداعمين والمساندين لهذه الحكومه الشرعيه الممثله بدول التحالف العربي آه هذي هذي يترتب عليه كثير من الأمور آه بالضغط في آه الملف الحقوقي يستخدم كورقة ضغط لهذه على هذه الدول لتمرير أوراق أخرى آه كثيرة آه نحن ما نؤكد عليه نحن في وزارة حقوق الإنسان مع حقوق الضحايا وضد الانتهاكات من أي طرف كان وهذا ما, ما, ما نؤكد عليه أنه يجب أن نركز على على ايقاف هذه الانتهاكات، ويتم ايقاف هذه الانتهاكات بانهاء سببها، والسبب الرئيسي لهذه الانتهاكات وارتكابها هو الانقلاب الانقلاب، ولا يمكن ان يكون هناك بديل للدوله، ان لم يتم استعاده الدوله وايقاف هذه الانتهاكات، سوف يكون البديل هو الفوضى والميليشيا، لا. فلا بديل عن الدوله، وهذا ما نقلناه للامم المتحده ولدول العالم، والكل يعلم هذا ان الـ ان الـ البديل ان الدوله هي الفوضى والانتهاكات لو اذا وجدت الدوله الدوله وبكامل كامل مؤسساتها نعم بكامه مؤسساتها وعلياتها والامكانيات اللازمه لفرض القانون لن يكون هناك انتهاكات لكن لا. للاسف الشديد ما يحصل عكس ذلك تماما طيب دعنا نستكمل هذا النقاش استاذ ماجد لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء دق دق بيت من رجعنا ورجعنا للبيت حقنا بالحصب مو دق دق وخربنا البربهه نرجع للحصب وخربنا البربهه نرجع للحصب للحصي في بكم من جديد مشاهدينا الكرام يعني كما يقول هذا الطفل في هذا البرومو استاذ ماجد هناك حرب وهناك اذا معاناه وهناك انتهاكات مستمره بحق المدنيين عندما نتحدث عن ملف تسييس الملف الحقوقي وملف الانتهاكات في اليمن هناك من يقول على ان الشرعيه واليمنيين عموما تحملوا عبء النظرة او الموقف المبدئي من قبل الكثير من المنظمات تجاه السعوديه وتجاه الاطراف في التحالف في ملفات حقوق انسان اخرى، ما اضر بالمدنيين في اليمن، الى اي مدى ذلك حقيقي برايك؟ نعم هذا حقيقي وبشكل كبير نحن في مارس يعني في 2017 عملنا قمنا بجوله اوروبيه في دول اوروبا حول ملف حقوق الانسان ولايضاح الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح وجدنا مفاهيم كثيرة مغلوطة في هذا الجانب كثير من المثقفين وصناع القرار والسياسيين في أوروبا سواء في بروكسل أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في أيضا جنيف يتخيلون أو لديهم مفهوم مغلوط صنعته اللوبيات للأسف شديد لوبيات إيران ولوبيا الحوثي الذين يعملون باستمرار في هذا الملف ويعدون يعني يشتغلون بشكل كبير منذ دل... منذ دل... القدم في في هذا الجانب لتكوين لوبي ضغط <applause> نعم. نعم هذا المفهوم يقول يعني كما سمعتم من احد المسؤولين ان هناك دولة كبيره تسمى المملكه العربيه السعوديه قامت بقصف وضرب او الدوله صغيره فقيره هي اليمن لغرض احتلالها وايضا السيطره عليها وهذا مفهوم طيب هناك ربما ايضا احاديث هناك ايضا نعم. احاديث على ان يعني التحالف يضغط على الحكومه الشرعيه وكذلك على اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ما يتسبب بنوع من الانحياز لصالح هذا التحالف. اكمل بس في الفقره الاساسيه اللي هي انه هذا المفهوم المغلوط حاولنا اظهاره بالشكل اللازم ان المملكه التحالف العربي كامل بكاده المملكه العربيه السعوديه لم تتدخل في اليمن الا بطلب من الحكومه الشرقيه بعد ان سدت كل الطرق بعد ان حصل الانقلاب واعتداء الميليشيا وذهبها الى عدن وقصف القصر الرئاسي وملاحقه فخامه رئيس الجمهوريه وبدعم ايراني وفارسي واضح لغرض اقليمي كبير هذا هذا من جهه من جهه اخرى كلام الذي يدور حول ان المملكه العربيه السعوديه او التحالف يضغطون على اللجنه الوطنيه والحكومه الحكومه الشرعيه بشكل الحكومة, بشكل الحكومه الشرعيه غير صحيح خاصه من جهه في جهه اللجنه الوطنيه اللجنه الوطنيه كما ذكرنا سابقا انها تحمل تعمل بحياديه ومهنيه آلية اوردت في تقاريرها وخاصه في التقرير الثاني والثالث الاخير على الانتهاكات التي ارتكبت من كافه الاطراف بما فيها طبعا التي ارتكبتها الـ الـ قوات التحالف او الحكومه الشرقيه وايضا الانتهاكات التي ارتكبت من ميليشيا الحوثي وصالح وحددت فيها المسؤوليات والزمت الجميع بالالتزام بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقدمت توصيات للحكومه الشرقيه وقدمت توصيات للتحالف العربي وايضا قدمت للتحالف طيب هل, هل وافق على هل ذلك نعم يعني عندما اتهمت اللجنه الوطنية التحالف و الحكومة الشرعية بهذه الانتهاكات، هل يعني بالمقابل بدر من التحالف نعم والحكومة التزامات بوقف نعم هذه الإشكاليات نعم التي تحدث تم الإعتراف تم الإعتراف بتلك الأخطاء التي حصلت والتزمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بمراجعة قواعد الإشتباك وأيضا تشكيل وأيضا له تم تشكيله الفريق المشترك للتحقيق اللي هو الخاص بالتحالف العربي للمراجعه المستمره لاي عمليات عسكريه ايضا يجري العمل لاعداد على لجنه لجنه خاصه بجبر الضرر والتعويضات لجبر الضحايا و تعويضات طبعا الضحايا المدنيين الذين راحوا جراء اي اخطاء كان فيها التحالف العربي أو الحكومة الشرعية يعني طرف يعني هناك معالجات هناك معالجات هناك التزام رسمي أنت تتعامل مع دولة تلتزم تحافظ على حقوق المواطنين يعني من أي طرف كان نحن ملتزمين بالدفاع عنهم لأجل العدل, العدل والإنصاف طبعا هم في الأول الأخير مواطنين يعني ونحن مسؤولين عنهم لكن المشكلة الكبيرة في الميليشيا التي لا لا, لا تلتزم. سنعود الى هذه النقطة لكن نعم. قبل ذلك يعني هناك الكثير ممن دافعوا عن فكرة المشروع الهولندي في قرار مجلس حقوق الإنسان، ويعني يتهمون اللجنة الوطنية دوما بأنها يعني بالأخير لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي يعد أو حكومة الشرعية نعم. تعد طرفا في هذا يعني الصراع بشكل أو بآخر. ف يعني يؤثر ذلك نوعا ما على الحياديه أتفق. هذه النقطه كيف يمكن أتفق, تعمل مع اتفق معك هذه كان احد النقاط المطروحه لكن آه نحن نتجه مثلا الى القضاء القضاء مجلس القضاء الاعلى من اين يشكل اليس يشكل من رئيس الجمهوريه هل رئيس الجمهوريه دخل في عمله هل هناك فرض يعني بذات الاليه آه نعم المجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء او المحاكم هي مستقله في اي مكان في العالم لكنها تشكل من رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يمثل الشرعيه المنتخبه من الشعب. من اين تاتي الشرعيه؟ طيب هذا يعني ان هناك التزاما باي يعني قرارات او بالاصح بنتائج هذه التحقيقات التي ستصدر من هذه اللجنه؟ هناك التزامات رسميه. يعني نريد و... ان نبحث اكثر عن المساحه التي تملكها هذه اللجنه الوطنيه. في في القرار الاخير لفخامه رئيس الجمهوريه قام بتحويل الملفات دون تدخل في اي تفاصيل داخل الملفات، لا لا, لا نعلم مدى يعني تفاصيل والادله الموجوده مع اللجنه الوطنيه التي توصل اليها لا يعلمها احد غير اللجنه الوطنيه، قام رئيس الجمهوريه بتوجيه واضح ورسمي وفق قرار رئاسي جمهوري بتحويل تلك الملفات التي والنتائج التي توصلت اليها اللجنه الوطنيه الى فين؟ الى القضاء. لأن القضاء هو الذي يحكم ويقوم بجبر الضرر وعن طريق أيضا قام بكثير ألف ملف كما ذكرت اللجنة الوطنية استكملت الأدلة فيها وأصبحت ملفات مكتملة يمكن تقديمها للقضاء <تضحة> وتم تحويلها إلى النائب الآن إذا ليس معناها أنه فخامة رئيس الجمهورية أصدر قرار بهذه اللجنة معناها يتدخل في أملها <تضح> لا هي لجنة مستقلة ولكن الشرعية هذا هناك هدف مبطن لهذا لهذا لمن يتهم بهذا الشيء نعم هذه النقطه هو ضرب شرعيه عبد منصور هذه ضرب شرعيه وهذه الشرعيه هي التي نقاتل عليها نحن طيب. طيب سنعود الى نقطه نوع من يعني وجود نقاط على الشرعيه وكذلك ما يحمله يعني المهاجمين بذلك لكن مام. لكن قبل ذلك اريد ان اسالك على نقطه مهمه ايضا، هناك من يتحدث على ان معظم كوادر الدوله في مجال حقوق الانسان لا يزالون في صنعاء ويزالون ايضا يتبعون الوزاره التي تسيطر عليها الميليشيات. هل تم تشكيل فريق بالنسبه لوزاره حقوق الانسان بشكل كامل يتيح العمل بسلاسه بالنسبه للوزاره؟ هذه طبعا من الصعوبات والتحديات التي واجهناها ان طبعا وزاره حقوق الانسان كانت في السابق في احد المقلوع او في قبل حدوث الانقلاب كانت وزاره مهمشه قوامها كامل في فقط ديوان في صنعاء ليس لا يوجد لديها فروع او مكاتب في المحافظات غير انها تطوعيه على كامل الكادر الوظيفي لا يتعدى 120 شخص يعني مع الوزير مع الكل مع المسؤولين مع الاداريين آه، لا يتعدى 120 هذا اللي ف... كان موجوده سابقا ماذا عن الان؟ سابقا الان نحن في عدد تكوين الوزارة وعن الميزانيه نعم ايضا نعم هل تملكون ميزانيه في لا لا حتى اللحظه لا نملك ميزانيه ما زلنا طبعا آه وهذه من التحديات آه التي تواجهنا ورفعنا بها لفخامه رئيس الجمهوريه وايضا لدوله رئيس الوزراء م. الدكتور احمد عبيد بن دغل وهم آه للامانه مهتمين بملف حقوق الانسان كونه الان يعتبر ملف وزاره حقوق الانسان وزاره سياديه بشكل كبير لانها ملف حقوق الانسان ملف وهناك معارك تخوضها طيب. على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وهي لا تقل اهميه عن المعارك التي تحصل في الجبهات نعم. نحن الجبهه الخارجيه بعد وزاره الخارجيه التي تظهر مدى التزام الحكومه طيب. بملف حقوق الانسان طيب دعنا نشرك معنا في الحوار استاذ نعم. ماجد الأستاذ ايناس زايد المستشاره القانونيه في المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان التي تنضم لنا عبر الهاتف من عمان اهلا بك أستاذ ايناس اهلا وسهلا بكم حياكم الله اذا استاذي ناس هناك قرار اخير لمجلس الامن بتشكيل فريق خبراء دولي يساعد ويساند في عملية تحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن برأيك وبي يعني حكم متابعتك واطلاعك على لجان وفرق مماثلة على مر التاريخ تاريخ حقوق الإنسان على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة إلى أي مدى سيشكل ذلك فارقا في إنصاف الضحايا؟ نعم يعني في البداية كمرصد أورو متوسطي قمنا بالمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي وكانت من ضمن المطالبات أن يتم فتح لجنة تحقيق دولية مستقلة دون أن يكون عليها أي سلطة كانت يعني أن تكون فعليا تابعة فقط للأمم المتحدة وكان هذا يعني المأمول من من يعني قرارات الأمم المتحدة إلى أن هذه اللجنة يعني لجنة الخبراء التي يعني انحصرت مهمتها فقط بتقصي او او التحقيق في الانتهاكات فقط وايضا ربطها مع اللجنه الوطنيه في اليمن يعني هذا المساله خرجت عن كون هذه اللجنه لجنه مستقله بمعنى هناك تدخلات قد يكون هناك بعض التوجيه من قبل يعني الحكومه في اليمن او بعض الجهات في اليمن بحيث يتم التاثير على هذه اللجنه ولكن ايضا المساله الثانيه هي مساله الواجبات او المهمات الملقاه على هذه اللجنه يعني هذه اللجنه فقط مهمتها رصد هذه الانتهاكات مع العلم اننا يعني كنا نتامل ان تخرج هذه اللجنه ويتم استصدارها بناء علي البند الثاني وهو الذي سيتيح لها الخروج بتوصيات قد ترقى إلى توصيات إلى مجلس الأمن لفتح تحقيق أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أما هذه اللجنة في يعني نحن الآن نتساءل عن النجاعة بشكل عام أستاذ إيناس هل سيساهم ذلك ما, ما حدث بالفعل هل سيساعد أو إلى أي مدى سيساعد في إنصاف الضحايا يعني نحن عندما قراءة المشهد كاملا اولا ننظر الى خطوه تشكيل هذه اللجنه كخطوه مهمه في طريق تحقيق العداله للمدنيين ولكن ما زال هناك قصور كما ذكرت لك ايضا ننظر الى المشهد ككل وقد تسربت اليوم بعض المعلومات التي تشير الى وضع قائمه قوات التحالف الدولي على القائمه السوداء وهذا الامر ايضا يعني يوم يعزز فكره خطوة يعني يعد خطوات على طريق تحديد حجم الانتهاكات والاطراف المشاركه في هذه الانتهاكات، بالاضافه الى ادانه الدول المشاركه في تلك الانتهاكات وانصاف المدنيين بالنتيجه. لذلك يعني نرى المشهد يمر في مراحل متعدده للوصول الى فعليا محاسبه ومعاقبه لكافه الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في اليمن. طيب الان عندما نتحدث نحن عن عمليه انصاف لضحايا هناك الكثير من نقاط الاستفهام حول مدى يعني تحمل الملف اليمني ومدى تحمل المدنيين اليمنيين الابرياء لملف ال 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 الضغط والتراشق او التسييس الذي ربما بشكل او باخر تتحمل السعوديه وبقيه الافراد في التحالف وبالمقابل الجهات الدوليه الكثير من الوزر فيه يعني هناك مسألة تسييس واضحة يقول كثيرون في, في المقابل ليس هناك إنصاف للمدنيين الأبرياء نعم يعني في البداية لا لا يمكن إنكار أبدا وجود جملة من الضغوط والتهديدات التي تمارسها دول التحالف لتعطيل أي إجراءات أو محاولات لفتح أي تحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في اليمن ويعني هذا الأمر محاولة منهم للإفلات من العقاب أو حتى إلصاق أي تهم في أشخاص وليس في دول ولكن هذا الأمر يعني عند مواجهته من خلال القوانين الدولية او يعني كافه الاتفاقيات الدوليه نجد بان مسؤوليه الدول قائمه مهما كان الامر يعني هناك خاصه عند الحديث ايضا عن اخطاء يعني ارتكبتها التحالف وقد اقر بهذه الاخطاء يعني هناك 60 ضربه خاطئه بحسب الاحصائيات التي وردتنا 60 ضربه خاطئه منذ بدايه العام 2017 يعني ولغايه فقط شهر يوليو الماضي قامت بها القوات التحالف ونفذتها آه هذه الضربات قتلت 500 شخص منهم 75 طفل يعني آه يعني الخطا لا يمكن باي شكل من الاشكال تبرير الخطا ولكن لا. ان وقع يقع بعدد محدود اما الحديث عن 60 ضربه خاطئه فهذا الامر يدين التحالف بشكل واضح في كاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه ولا يمكن التنصل من المسؤوليه عن هذه الجرائم باي شكل كان لذلك لا بد من, من اتخاذ خطوات من قبل مجلس الامن ومن قبل ايضا الامم المتحده حتى لا تكون في موقف حرج طيب. آه أستاذ امام المجتمع الدنيا. نعم, نعم. دعني انقل الى الاستاذ ماجد يعني بنقل كل هذه ما تحدثت يعني به الاستاذة ايناس ان توكيل وزير وزارة حقوق الانسان في اليمن تبع الحكومة الشرعية بالمجمل هناك اتهامات متبادلة هناك تسييس وهناك عدم بشكل او باخر انصاف للمدنيين كيف تعقب على ما تفضل؟ طبعا اعقب على كلامه حول ان هناك لجنه ليست هناك لجنه ليست هناك لجنه دوليه وانما هو فريق من الخبراء ليس من ضمن ولايه التحقيق وانما من ولايته الدراسه فقط التصحيح ما اوردته هذه من جهه من جهه اخرى كثير من المنظمات الدوليه يعني لديها للاسف الشديد لديها حكم مسبق على دول التحالف وخاصه المملكه العربيه السعوديه وهذا ما يعكس سلبا على الملف اليمني ووضع المدنيين ووضع حقوق الانسان في في اليمن آه يعني تصفيه حسابات على حساب اليمنيين وحساب الملف اليمني آه بشكل غير حقيقي وبذلك يتم مبالغه في الارقام او يتم آه يعني نسب كثير من الانتهاكات آه للحكومه الشرعيه او للتحالف العربي بينما لا ينظرون الى السبب الرئيسي وراء هذه الكارثه التي نحن فيها لا يتحدثون عن المجازر التي تحصل في تأز يغضون الطرف عن كثير من الانتهاكات وقتل الاطفال وتجنيدهم في استخدامهم وقودا للحرب، يعني كثير من الجرائم هناك أكثر من 5000 ما زالوا معتقلين داخل معتقلات ميليشيا الحوثي وصالح لا نجد هذه المنظمات التي تدعي أنها محايدة وأنها تريد يعني إنصاف الضحايا أن تتحدث عن هذه الانتهاكات، هناك معيار يستخدم للأسف الشديد وهذه السياسة بحد ذاتها فقط الارتزاز وأيضا طيب. المعايير ليست صادقة وليست دقيقة في النظر لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل. يعني أعود بعودة أخيرة للأستاذة إيناس. زايد أستاذ إيناس يعني بخلال ثلاثين ثانية هناك الكثير من يتحدث على أن ملفات إقليمية أخرى أثقلت الملف اليمني خصوصا في مجال حقوق الإنسان وهناك اتهامات للمنظمات الحقوقية بأنها تستفيد من ذلك كيف تعقب على ذلك؟ يعني يعني الانسانيه تستنزف في اليمن، يعني لا مجال للحديث عن اي محاباه لطرف على اخر، نحن عندما نتحدث عن انتهاكات نخضع كافه الاطراف، اطراف النزاع للمعايير التي نقول بها او للقوانين، قوانين الحرب، قوانين القانون الدولي الانساني الذي يلزم الجميع بعدم عدم يعني اتخاذ خطوات او القيام بعمليات عشوائيه وتمييز بين المدنيين والعسكريين، لذلك نعم هناك العديد من الاطراف والتجاوزات من قبل هذه الاطراف، لا نقصي طرف على حساب اخر وبالتالي الجميع مسؤول والجميع يجب ان يخضع للقانون الدولي الانساني دون استثناء. اشكرك اذا المستشاره القانونيه في المرصد الاورو لحقوق الانسان أستاذ ايناس زايد كنت معنا الهاتف من عمان، بعوده اخيره اليك استاذ ماجد، بالنسبه لحقوق الانسان ما هي الرساله الاخيره للمواطنين اليمنيين التي تقدمها الوزاره لمن تعنيهم بالاساس أو يعني عملها يعنيهم بالاساس؟ نحن في وزاره حقوق الانسان طبعا الوزاره لديها مقر في عدن وهي مفتوحه للجميع نستقبل الملفات من كافه المواطنين ومن اي يعني من سواء في المناطق المحرره او في المناطق التي ما زالت تحت الانقلابيين يقدمون ملفاتهم الينا حتى يتم احالتها الى التحقيق لجنه التحقيق للتحقيق فيها وتحديد المسؤوليه وايضا توثيق تلك الانتهاكات أن الرصد والتوثيق لهذه الانتهاكات وتقييدها هي خطوة أولى نحو الأدالة لن تكون هناك أدالة إلا أن تكون هناك دولة الدولة هي مسؤولة عن قبر ضرر المواطنين أيضا هي المسؤولة عن حفاظ, حفاظ على حقوق مواطنيها وبذلك ندعوهم جميعا للتعامل مع الحكومة الشرعية بمسؤولية كاملة ونحن إن شاء الله لن نقصر في عملنا مهما كنا موجودين اشكرك جزيل الشكر وكيل وزاره شكرا. حقوق الانسان أستاذ ماجد فضائل على وجودك معنا في حلقه اليوم شكرا, شكرا لك. لك كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى اللقاء